السلام عليكم يا شباب. في مصفوفة من 18 مصدر للضوء مرتبين على شكل نص كورة بتحاكي نفس مصدر إشعاع الشمس اللي بتستقبله الأرض آلاف المرات. قوة ودقة ملهاش مثيل. اتطور النظام ده في مختبر EBFL. النظام ده بيستخدموه لاختبار آلات الطاقة الشمسية وتحليل المواد في درجات الحرارة العالية وتحت شروط الحرارة القياسية. بيعمل صورة كاملة في عدة ساعات من غير تقلبات الطقس. المعلومات المفصلة عن النظام ده موجودة في مقالة اسمها البصريات السريعة. اتطور النظام ده بالتعاون مع جامعة استراليا الوطنية وشركة كينتون للحلول الرقمية لإنتاج أكبر شدة ضوئية ممكن التحكم فيها بدقة كبيرة ومن غير ما ينتج حرارة غير ضرورية، وإلا كان هيبقى فيه ضرر على الأجهزة المستخدمة في التجربة. وعلشان يحققوا ده استعانوا بمصدر للضوء على شكل دايرتين كده بس مشتركين في المركز، قطرها مترين وكل المصابيح دي في جواها عاكس، والعاكس ده عبارة عن مراية على شكل كوباية وكلها بتنور عن طريق مصباح زينون، وبتنتشر موجات الضوء في كل الاتجاهات وبعد كده بتنعكس وتتمركز في نقطة معينة. النقطة بقى اللي بتلتقي فيها الحزمة الضوئية دي بتصل الإضاءة فيها ل 21700 طاقة شمسية. النظام بقى اللي بيشغل الأوضة كلها من مختبر الطاقة المتجددة في العلوم والهندسة، وممكن يستخدموه علشان يعملوا أنواع كتير جدا من التجارب. والمشروع ده أصلا كان بخصوص تحويل وتخزين الطاقة الشمسية، فمثلا اختبروا انتقال الحرارة بين المواد المختلفة، وده ممكن يحسن إنتاج حقول الطاقة الشمسية تجاريا اللي هي الأبراج والعمارات اللي بيبقى شكلها اسطواني اللي مليانة في أمريكا، وطرق جديدة لتسخير ونقل وتحويل الطاقة الضوئية. أداء النظام الغير مسبوق ده بيرجع في الأساس لنوع جديد من العاكس اللي جه من خلال عملية التصنيع الكهربائية، والطريقة دي للترسيب الكهربي للمعادن وممكن استنساخ نماذج منها. وبيقول غايل وده عالم في المختبر ان دقة الانعكاس بقت افضل بكتير. النظام ده موجود فيه وحدات اكتر من اللي موجودة في نظم المحاكاة الشمسية اللي موجودة حاليا، وممكن نظبط شدة التيار ناتجة منه وبالتالي هنقدر نتحكم في الطاقة اللي طالعة منه. والتيار الخارج للمصابيح ممكن نظبطه من 70% ل120% من اصل 90 امبير اللي موجودين فيه، وكده هنتحكم في الطاقة المضيئة. للحصول على 5.4 كيلوات من الطاقة ممكن نستخدم 6 مصابيح، يعني الدائرة الاولى من المصابيح اللي هي بنسبة 120% او 9 مصابيح بنسبة 70%. استخدام عدد اقل من المصابيح بيقلل زاوية سقوط الاشعاع، يعني حزمة الضوء الكلية هتكون اضيق واكثر قوة، لكن لما يكون عدد المصابيح اللي بتنور كتير فكده حزمة الضوء هتكون اوسع واقل تركيزا. النظام ده فيه نظام مشابه ليه في كامبيرا في استراليا، لكن ده بصراحة اكتر من نظام لان ليه منهجية مفتوحة، وده هيسهل بناء انظمة تانية بالاستناد لنفس الحسابات دي. ممكن يكون عدد المصابيح اكبر او اقل والابعاد تبقى مختلفة. لحد ما خلصت حلقتنا، المصادر هتلاقوها تحت في الديسكريبشن. السلام عليكم.